وش مشكلتك انتي؟ ريحانة مع حضرتك. ماشي يا استاذه ريحانه، ايش مشكلتك؟ أنا متزوجة بقالي 13 سنة. طيب أول حاجة عندي سحر من أول زواجي، وجاي الشيخ وعالجني على أساس إن هو شيخ، وبعد كده بسنين اكتشفنا إن هو كان ساحر وكده. الله. فكان بيدينا حجاب وكان وتعزيم وكلام من ده، وكنا سمعا وطاعا، وبعد كده اكتشفنا الكلام ده كله. الراجل ده منين؟ من أي بلد؟ الراجل ده من بلد بعيد عننا، بس هو مات. يعني طيب وانت ايه المشكلة اللي موجودة عندك؟ المشكلة اللي موجودة عندي إن أنا لسه منعاني من الآثار دي. عندي وجع في بطني، وعندي وجع في ظهري، وعندي تعطيل حال أنا وجوزي وكده. واكتشفت من فترة قريبة، من بعد رمضان اللي فات ده بشهر، إن في مية مرتوشة بعطلة حال عندي قدام باب شقتي. أنا محافظة على الصلوات، وبنقرأ سورة البقرة كل يوم، وبنقول ورد الكوثر، ومنشوف حاجات، وبنقرأ آية الحرب. بس برضو في أحلامي مش كويسة. ورحت لشخص ما وقال لي إن أنت مصابة من صغرك، من بيت أبوكي في رصد، من تحت الأرض، من بيت أبوكي تحته آثار، أنت مرصودة أنت وأختك وكده. بقول لك ايه يا استاذه، سامعاني؟ أيوة سامع حضرتك. كل اللي انت فيه ده يعني سبحان الله دوامه، خروجها الخروج منها حاجه من اتنين: واحد، صلاه الفجر زوجك يصليها في المسجد تمام مع كثره الاستغفار، ثانيا وانت ايضا تصلي صلاه الفجر تمام، وبعد تمام. ذلك التسبيح اثناء الليل واطراف النهار، يعني تسبحي قدر ما تستطيعي تمام. تمام. الامر الثالث بقى، وهذا هو النهائي والاخير: الآلام اللي موجودة في ظهرك وفي معدتك، في أماكن تانية فيها آلام غيرهم؟ عندي انا من استمع لحضرتك والرقية، الدماغ هي اللي راحة جاي من حضرتك. الالام عندي مش عشق، كنت منعالجه ومنتبخر بمية القرآن بنسك مجرى عليه بكرة وآيات الحرب، بس بفترة تانية وبعد ما الكدمات ما بقتش تظهر. بس الأحلام، بنحلم لنفسي إن أنا أقرب وقت امبارح كنت في الحمام بنستحمه، واللي كان على ركبتي دم، ومنزيل النجاسة دي من على ركبتي وكده. تمام، هذا إزالة السحر إن شاء الله والضر، وبإذن الله يتحقق الآن. قولي بسم الله، بسم الله قولي بسم الله، بسم الله قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. شفت الأماكن اللي كان إن فيها الدم؟ هتبصت لها كلها إن هي فيها سخونة جديدة جدا، صحيح؟ لا طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون، تلقف ما يفكون، تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قولي بسم الله يا أستاذة، بسم الله. حركي ظهرك ما فيهوش ألم. لا ما فيهوش ألم. طيب حركي معدتك ما فيهاش ألم. لا ما في ألم لا. إيه؟ فيها ألم. قولي بسم الله. بسم الله. تنتفخ المعدة، معدتك انتفخت الآن صحيح؟ صحيح. طيب بسم الله ترجع كما كانت، رجعت زي ما كانت صح؟ ايوه عندك كوبايه ميه؟ معاك ايوه كوبايه ميه جنبك؟ معايا. قولي بسم الله واشربيها، بسم الله. طعم الميه دي هتلاقيها لزجه وطالعه من تحت الارض. يا طلع من تحت الارض. طيب قولي بسم الله واشربي كمان. بسم الله. أول حاجة السحر بتاعي، طيب قولي بسم الله، الآن هتلاقي إن معدتك هديت صحيح؟ صحيح. طيب عايزك لمدة أسبوع تشربي سنة مكي تمام؟
وتقرأي سورة الانفطار 7 مرات، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحي وتحمدي وتهللي وتكبري قدر ما تستطيعي في الصباح والمساء والظهر والمغرب والعشاء لمدة 7 أيام اللي أنت هتشربي فيهم مستنى مكي، عشان المشكلة بتاعت المعدة دي تزول. ثانيا يا أختي الكريمة، إن شاء الرحمن ما تشتكي من أي حاجة، والأحلام اللي أنت بتشوفيها تنقطع من عندك تماما، بس المشكلة اللي في المعدة لها ارتباط ثاني ما أحب إن أنا أقول عليه، لكن أحب فقط إنك أنت تعملي إيه؟ تشربي السنمكي مع اللي أنا قلت لك عليه، خلاص؟ ماشي. طب يا شيخ بعد إذنك، موضوع تعطيل الأعمال دي، تعطيل الحال الحال الاستغفار، صلة الرحم، أعمال البر، التوكل على الله جل وعلا، وسؤال الله الفرج، والأوراد اللي أنا بنزلها إن شاء الرحمن تمشي عليها، وإن شاء الله تجيب النتائج بإذن الله جل وعلا. جزاكم الله كل خير. أهم حاجة صلاة الفجر والحاجات اللي أنا قلت عليها. طيب يا أولاد.